والصلاة والسلام على سيد المرسلين. قال تعالى: من المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. الرحمة لشهدائنا، والحرية لمعتقلينا، والشفاء لجرحانا. تم بعون الله تعالى انضمام كتيبة حيدر الكرار إلى المجلس الثوري العسكري في دمشق وريفها تحت راية الجيش السوري الحر للدفاع عن المدنيين العزل من بطش العصابات الأسدية المجرمة. وأقسمنا بالله العظيم، نقسم بالله العظيم، بأن نستمر في ثورتنا حتى زوال هذه العصابة المجرمة وإقامة دولة العدالة والحق والحرية. والله على ما أقول شهيد. تكبير، الله أكبر، الله أكبر.